وهذا نظرا للصعوبات التي تعاني منها كافة قطاعات الحياة في سوريا، وخاصة القطاع التعليمي منها، وانطلاقا من إدراك أهمية التعليم وأهمية اتباع الطرق الحديثة لإنشاء جيل معقود عليه الأمل في بناء المستقبل، قامت منظمة هيومان كير سوريا بتنظيم دورة تدريبية لعدد من المعلمين والمعلمات بالإضافة إلى مشرفين تربويين من ريفي حلب وإدلب. بالنسبة للدورة هي عامة وشاملة، فيها قسم تربوي، فيه طرائق التدريس، التعلم في زمن الأزمات، الخطط الدراسية. قمت بدور مدرب الطرائق الحديثة لتأدية المناهج التدريسية والتربوية، طبعا من خلال المناقشات مع المتدربين وصلنا إلى نتائج مرضية جدا، وهي العمل على تطوير الأداء التربوي في مدارسنا. تم انتقاء المحاور التي ستتم مناقشتها خلال الدورة بناء على أسس علمية دقيقة. أما الجديد فيها فكان إدخال أساسيات طب النفس ومبادئ الإرشاد النفسي في زمن الحرب، بحيث يتمكن المدرس من التعامل مع حالات الطلاب النفسية سواء كانت مرضية أو عرضية. هدف المشاركة تسليط الضوء على المشكلات النفسية التي يعاني منها الأطفال بسبب الحرب الدائرة في سوريا، انعكاسات على التعليم وتسليط الضوء على الحلول الممكنة. تم يعني اختيار مواضيع دافعية نحو التعلم، أسبابها وحلولها، وإعطاء المشكلات النفسية بشكل عام. هنا أي في المناطق المحررة، شعب قدر العلم حق قدره فلم يدخر جهدا للحصول عليه، وطائرات روسية سورية لا تدخر جهدا في تدمير ما يمت للعلم والتعليم بصلة، يريدون إنشاء أجيال جاهلة تتماشى مع دكتاتورياتهم. والسؤال هنا، إرادة من ستنتصر؟ سليمان العيدو، حلب اليوم، ريف إدلب.